تستمر الردود الفعل الدولية والمحلية تجاه قرار مجلس النواب الليبي سحب الثقة من حكومة عبد الحميد لدبيبة. نتمنى أن يكون هذا العمل داخلياً. طلب المجلس الرئاسي الليبي حكومة لدبيبة بالاستمرار في أداء أعمالها، كما دعا السلطة التشريعية لإنجاز القوانين اللازمة لإجراء الانتخابات. أما دولياً، فقد جددت واشنطن تأكيدها على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها في 24 ديسمبر المقبل، موقف أكد عليه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في الاجتماع الوزاري بشأن ليبيا خلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث شدد على دعم واشنطن لإجراء الانتخابات وحث القادة الليبيين على اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان أن تكون حرة ونزيهة. من جانبه، اعتبر السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نولاند أن مشاركة بلينكن في الاجتماع الوزاري كانت دليلاً آخر رفيع المستوى على دعم واشنطن لليبيا ورفضها عودة البلاد للوراء. الآن نعود إلى ملفات التاسعة، وبالملف الليبي ينضم إلينا عبر خدمة أسكايب من لندن المحلل السياسي عبد الله الكبير. سيد عبد الله، أهلا مرحبا بك. بداية، دعوة مجلس الرئاسة الليبي الحكومة الليبية بالاستمرار في عملها حتى موعد الانتخابات، ما الذي يعنيه؟ وهل يعد ربما تجاهلا لقرار سحب الثقة أساسا؟ نعم، تحية طيبة لك أستاذ سهام وللسادة المشاهدين. كان لابد للمجلس الرئاسي وهو أعلى سلطة سياسية في البلاد أن يتخذ موقفا من هذه الأزمة الجديدة بين مجلس النواب من جهة وبين الحكومة من جهة أخرى. اتخذ سبيل التهدئة وطالب الحكومة بالاستمرار في عملها. طبعا الحكومة لم تتوقف، حتى مجلس النواب أشار إلى أن قراره بسحب الثقة لا يعني إلغاء الحكومة أو تعطيلها بالكامل، وإنما تتحول فقط إلى حكومة تصريف أعمال. في تقديري أن هذا المغزى الحقيقي من قرار مجلس النواب وحتى من قرار الرئاسي اليوم الذي يبدو متماهيا مع قرار مجلس النواب هو محاولة لإضعاف الدبيبة. واضح جدا أن الدبيبة خلال الفترة الأخيرة حظي بشعبية واسعة، وكل استطلاعات الرأي الأخيرة تشير إلى أنه الأعلى حظوظا في الفوز بأي انتخابات مقبلة. هذا أثار الغيرة لدى السيد عقيلة صالح الذي يستعد أيضا لخوض الانتخابات الرئاسية، ويبدو أن المجلس الرئاسي هو أيضا بدأ يشعر بالغيرة من هذا الصعود للدبيبة، بالإضافة إلى النهج المعتاد للمجلس الرئاسي وهو التهدئة بين الأطراف السياسية. يبدو أن هناك أسبابا أكبر من الغيرة سيد عبد الله الكبير، إن كان هناك يعني تنافسا في هذا الإطار ضد الدبيبة. هذا أحد الأسباب. بالنسبة لبيان المجلس الرئاسي كما أشرت، هو الهدف هو التهدئة وعدم التصعيد خشية من تعطيل الانتخابات. لا شك أن هناك بالنسبة لصدور قرار سحب الثقة هناك أهداف أخرى بلا شك، لعل على رأسها هو محاولة تعطيل الانتخابات، لأنه ببساطة ليس من نهج مجلس النواب محاسبة الحكومات على أي تجاوزات. حكومة الثني التابعة للبرلمان الموازية التي كانت في مواجهة حكومة السراج 6 سنوات وهي تعمل، وتقرير الرقابة الإدارية في بنغازي يتهمها بل ويدينها بالفساد، ومع ذلك لم يبادر مجلس النواب إلى مساءلتها وإلى تهديدها بسحب الثقة. كذلك كل ما مارسه خليفة حفتر من حروب ومن اعتداءات ومن قتل ومن تدمير وهو يتبع البرلمان، والبرلمان هو الذي أعطاه صفة قائد الجيش، ومع ذلك لم يقم البرلمان باستدعائه ومساءلته. وبالتالي الهدف من سحب الثقة من الحكومة وعدم منحها الميزانية هو إضعافها، وهو محاولة لخلق أزمة جديدة وفوضى جديدة. وسحب الثقة من هذه الحكومة هل سيؤثر حتما سيد عبد الله الكبير على موعد الانتخابات الرئاسية؟ لا، حتى الآن لن يؤثر لسبب بسيط، وهو أن هناك اعتراض دولي وهناك عدم قبول دولي من هذه الخطوة. المبعوث الأممي البعثة الأممية في ليبيا أصدرت بيان كان واضحا، وأن حكومة إذا كان التهديد بسحب الثقة هو تمهيد لتغيير هذه الحكومة إن لم تجرى انتخابات في 24 ديسمبر، فبيان البعثة الأممية كان حازما وأكد على أن هذه الحكومة هي الحكومة الشرعية المعترف بها والتي سوف تستمر حتى تتشكل حكومة جديدة عقب الانتخابات. إذن محاولة
إذا تعطلت الانتخابات تلغى هذه الحكومة وتشكل حكومة أخرى، قد قطعت الطريق بهذا البيان. الموقف الأمريكي أيضا كان واضحا من خلال مسؤول، أعتقد أنه صرح لقناتكم بأن الحكومة مستمرة والوضع لم يتغير حتى نصل إلى الانتخابات. بالإضافة ماذا عن موقف بعثة الأمم المتحدة؟ يعني هل تصب دائما في مصلحة استمرار حكومة الدبيبة وحتى دعمها؟ نعم، البيان أمس كان بيانا جيدا ويؤكد على استمرار حكومة الدبيبة ويطالب البرلمان بالتصدي لقضايا أكثر أهمية، وهي إصدار التشريعات المناسبة للانتخابات، إصدار تشريعات للانتخابات وقوانين الانتخابات. هذه قضايا أكثر إلحاحا من محاولة مشاكسة الحكومة وسحب الثقة منها، بالإضافة إلى إشارته بأن الحكومة هي الشرعية المعترف بها ولن يعتد بأي حكومة أخرى حتى تتشكل حكومة بعد الانتخابات وفقا للإجراءات التي تتم بعد الانتخابات. أي بمعنى أنه إذا كان السيد عقيلة صالح يخطط بهذه الخطوة أن حكومة تصريف الأعمال في 24 ديسمبر إذا لم تجرى انتخابات، إذا انتهى الطريق، خارطة الطريق، ولم تجرى انتخابات يصبح من حقه تشكيل حكومة جديدة واعتبار حكومة دبيبة منتهية بانتهاء خارطة الطريق. قطعت بيان بعثة الأمم المتحدة قطع هذه الخطوة مبكرا واعتبر أن هذه الحكومة سوف تستمر. شكرا جزيلا لك سيد عبد الله الكبير من لندن، شكرا لك.